السلام عليكم اخوان، كشي صافي وكشي مزيان. لاول مره غندير لكم سطوري طالع عليه الدم ومخربق ومناعش يومين وغدا في 3 ايام سير الرباط رجع لكازا على قبل هذا الفيلم. هذا انا سطوري جي غنشرح لكم البلان كامل. كما قلت لكم الفيلم 5 شهور وانا كنصور فيه، جات فيه 3 سوايع. هاد الفيلم كاليتي بالبالة، داكشي اللي بغيت انا اللي كتعاشق انا نحطه في هذا الفيلم، داكشي اللي بغيتو تحط في المونتاج كلشي. وجات فيه 3 السوايع، ملي جات فيه 3 السوايع سالينا في المونتاج الخميس بالليل. من الخميس بالليل حنا مقاتلين معاه حتى للجمعه ما بغاش يتلاح 3 السوايع، ما بغاش يتلاح ليه في البيسي. قلنا الخير فيما اختاره والله، اجي نقسموا نديروا ساعه ونص في ساعه ونص، واخا انا عاشق نحط الفيلم فيه 3 السوايع. قسمنا 3 السوايع، جات ساعه ونص كاتينا في المونتاج، خلينا في واحد اللقطه كتاتيري اللي لقطه هربانه، بغينا ندخلوها حتى هي البيسي ما بغاش يدخل. دونك اشنو المشكل؟ مشكل كان في البيسي، يعني الحل اشنو غندير؟ العائله شنو نقول لكم بالنسبه لكاع الناس كيقول لي شنو درتي شنو درتي اللي درت هو مشيت شريت بيسي وغنباتو الليل كامل وحنا المونطاو ونعاود المونطاج من جديد. كنتمنى غدا ان شاء الله اللي وجدات راه غنحطها لكم ساعه ساعتين 3 السوايع اللي في جهدي راه غنديرو.